الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث معلما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. فحضر رئيس الحفلة المباركة والضيوف الكرام وأساتذة العظام وإخواني الطلبة، إني قمت أمامكم لأتحدث عن الصلاة. الصلاة هي رحمة، هي عبادة مقصودة تؤدى بأفعال مخصوصة مع النية في أوقات معينة. الصلاة هي رحمة، هي عبادة مقصودة تؤدى بأفعال مخصوصة مع النية في أوقات معينة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أفضل العبادات، فلذا أمر الله تعالى لإقامتها: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيها الحاضرون، إنها تنهى الناس عن الفحشاء والمنكر، وهي تقوي العلاقة بين الله وعبده، وهي ذريعة المغفرة ورفع الدرجات، ولها أهمية كبرى في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. واجب علينا أن نقيم الصلاة، فهي تكون لنا سببا لدخول الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.